continue with the downy mildew diseases belonging to the ascomycete اللي هم منهم البلازموفبارا فيتيكولا the mycelium دايميت طبعا هذا اللي بيسبب اللي هو downy mildew على العنب طبعا هم من الاو او مايسيت mycelium diameter varies from 1 micrometer to 60 الديامتر لهم very variables بتكون من 1 micro very very tiny لحد ما توصل ل 60 micro meter because the hyphae take the shape of the intercellular spaces of the infected tissue. هذا بيساعدها انها تاخذ شكل ال infected tissue لل intercellular بحيث ان اذا كانت ال intercellular very tiny they can squeeze in. اذا كانت كبيرة they can fill up all the space. Globose hostoria grow into the cell. Mycelium produces sporangiophore and the underside of the leaf and on the stem throughout the stemata and young fruit through their lenticles. طبعا هاي اللي عملية اللي هي الانترنس او كيف بدخلوا على النباتات سواء يعني ما ممكن تدخل عن طريق اللي هي الستمس او الاستومات اللي موجودة على الستمس ممكن اللي هي اللنتيكلز الموجودة على الفروت يفوتوا بكونوا اللي هو سبرانجيوفورز وبلش تنزل تحت الاندر سايد اوف ذا ليفز اند ذا the whole system فبالتالي بيعملوا عملية التغلغل ما بيكونوا superficial 4 to 6 or more sporangiophore arise through the single stomata each produce 4 to 6 branches and nearly tight angle to main stem أول ما بتبلش السبورانجيوفورز بتكون من 4 to 6 branches داخل اللي هي بتطلع من اللي 1 stomata بعديها they produce another 4 to 6 branches to the right angle to the main stem. Each branch produces from 2 to 3 secondary branches to similar manners. فبتلاقي انه كل واحد بيطلع بده يتفرع من 4 to 6 ومن كل فرع بده يتفرع منه كمان 2 to 3 branches فبالتالي بيكون very condensed, very aggressive and very quickly developing. فبالتالي اعراض الاصابه بتطلع عليه بسرعه ليش؟ لانه مجرد ما تطلع الهستوريوم برا او تبلش تتغلغل بتبلش انها تتشعب كل شعبه بدها تتشعب كمان لعدد من الشعب فبالتالي بيقدر انه يعمل عمليه تغلغل بشكل سريع. مش سبورانج هذول برانشز هذول سبورانجيوفورز اللي هم هذول اللي حكينا الحوامل بيكونوا داخلين بيكونوا بلشوا يطلعوا من 1 سنجل سبور استوماتا يعني انت تخيل كم استوماتا في مثلا على الليفز من كل وحده على الاقل بده يطلع 1 وبده يطلع منها 4 فبالتالي فبتطلع فيري كومبليكيتد فيري كوندنس at the tips of each branch single lemon shaped sporangia conidia طبعا الكونيديا فرجيتكم اياها مره بتيجي شكلها زي شكل اللي هي الليمون شيب بتكون مدببه شوي هذول اللي هي خاصه تبعت الفيتيكولا بتكون يعني عاده السبرانجيوفور ممكن تكون دائريه لشوي بيضاويه للفيتيكولا اللي بميزها انها بتيجي زي كيف حبه الليمون اللي هي لها مثل التب او الايدج او اللي هو بروز جانبي عاده هذول الكونيديا اللي هي بتكون محموله على هذول السبرانجيا او ماي سيت اولسو برودوس نيوميروس اوسبورز بالداخل هذول عباره عن ايش الاوسبورز اللي هي بدها تساعد الابواق على انتشار المرض it appears that plasmopara viticola is a heterothallic consisting of two mating types اللي هو P1 and P2 that must be presented as sexual reproduction that occur ممكن انها لازم يكون في عندهم اللي هو التو تايبس عشان يعملوا عمليه اللي هي الميتنج لازم يكون في عندهم الجاميتات عشان يعملوا سكشوال ريبرودكشن بروسس طبعا هاي البروسس مش راح احكيها انتو يو كان ريد ات من هلا انتو كلكم بتعرفوا من وين وي وير وي ستارت وات كايند اوف برايمري سكندري انفكشن وين اللي هي النقاط اللي هي ممكن احنا تكون ضعيفه اللي هي ممكن عاده بتكون من هون هاي مجرد ما بدها تكون اول اشي بتكون اللي هي infection لما بتجيجي عملية الهستوريوم how they can اللي هي في عندك 3 method للانفيجن وبعديها بطلع منك اللي هي بدها تطلع لك السبورانجيا او السبورانجيوفور او اللي بدها تطلع لك اللي هي incomplete life cycle مش واضحة هون ولكن اللي راح ابعث لكم اياها بالالكترونية راح تكون كتير واضحة وراح تكون موجودة هذا اللي هو development explanation اللي هو الباثوجين اوفر وينترينج از اوسبورز
and in dead leaf lesion tissue and mycelium infected and not killed the twigs. بيكون موجودة في بقايا النباتات المصابة أو twigs المصابة أو بقايا النباتات اللي على الأرض. During rainy period, the spring of oospore germinate and produce sporangium. مجرد ما يجي water أو thin layer of water بيبدأ عملية اللي هي النبات والgermination. Sporangium or zoospores are transported to by wind, water, and other means of transportation from the ground to the infected plant على عن طريق اللي هي stomata at the lower surface. أي حركة للwind أو المياه أو أي agricultural practices that we can use بتساعد على انتشار أو حمل اللي هم الزوسبورز أو sporangium لحد ما توصل للسطح السفلي للأوراق. هلا الليف هيرز بروفايد بيسك بروتكشن بارير. عاده هدول بيكونوا فيري اجريسيف اكثر شيء على النباتات اللي هي مثل السولانيسي واللي هي الكوكربتيسي. ليش؟ لانه في عليهم في مثل الترايكومز, هدول الشعيرات اللي بتكون على سطح الاوراق اللي هي خاصه على البندوره والخيار. بتحس ورق الخيار دائما بيكون خشن, وين بيكون؟ على السطح السفلي للاوراق, لانه هدول مليان بالشعيرات اللي هي بنسميها ترايكومز. هدول بيعطوها kind of protection, انه مجرد حتى لو بده يجي عليها اعداء حيويه او اي شيء بدها تكون حاميتها. حواليها في اشواك بتحمي هدول السبرونجيوم والزوسبورز من any other infection او attack. هلا عاده هدول بيؤدي الى اللي هي بتكون ممكن انه احنا في بعض الحالات بقول لك انه ممكن اذا بتساعد انت انك بدك تعمل مثلا resistant strains أو إنه صنف مقاوم, ممكن تلعب على هدول إنك تزيد الترايكومز اللي موجودة على النباتات بحيث إنها تحد من قدرة هدول المايسيليوم أو السبورانجيوم إنها تخترق وتوصل للنباتات. إذا كانت كتير كثيفة ممكن ما تقدر إنها to successfully attach themselves to the lower surface of the leaves. فبالتالي ممكن إحنا إذا بدنا نستخدم اللي هي طريقة التهجين الطبيعية إنه نحاول نهجن على أصناف مثلا خيار أو بندورة أو أي محاصيل اللي هي بكون عليها ترايكومز أعلى أو نسبتها أكتر. اللي هي لاستخدام أنت ممكن إنك تستخدم هاي الصفة إنه هلأ إحنا في عندك اللي هي البروتكشن. هلأ البروتكشن إلها two ways. إشي you can protect اللي هو الانفكشن من المرض. ممكن انت عشان تقلل من الاصابه فيه ممكن انك انت تزيد اللي هي الشعيرات اللي موجوده او الترايكومز اللي موجوده على السطح السفلي للاوراق عن طريق التهجين باصناف ممكن تكون بلديه او وايلد تايب, او انه ممكن تخلط بيناتهم بالانتخاب الطبيعي لحد ما يطلع عندك صنف ممكن انه يكون في عدد الترايكومات اعلى بكثير من الوضع الطبيعي, فبالتالي يمنع حتى انه هدول السبرونجيوم او الزوسبورز او الاوسبورز انها توصل للسطح السفلي للاوراق وتبدا عمليه اللي هي اتاتشمنت. مايسيليوم then spread طبعا intercellularly, بعدين تعرفوا البروسس اللي هي invasion والهستوريوم والتكويشن كيف بتبلش تمشي بين السيلولر والانترسيلولر ميمبرينز. هلا السبورانجيا may be carried away by winds, هاي حكيناها قبل هيك. الديزيز سايكل بتاخذ من 5 ل 18 يوم to complete دورة الحياة, بدها من 5 ل 18 يوم depending on temperature, humidity and other sustainability of the variety. إذا كان الصنف حساس ولا مش حساس, بتحمل ما بتحمل, هاي اللي هي يعني في أنت بتقول من 5 ل 18 يعني فترة طويلة, يعني في variability عالية نتيجة اللي هي الظروف اللي هي المحيطة فيه. هلا stems enlargement is affected by cell and large volume of mycelium presented at intercellular space cause destruction and hypertrophy. طبعا هدول اللي هم بتبدأ كيف عملية اللي هي قتل العائل, مجرد ما تفوت اللي هي الخلايا اللي هي السبورز والزوسبورز وتبلش تعمل الانفيجن, طبعا هدول راح يفوتوا على الستم, راح تروح على الخلايا وتنتقل من خلية إلى خلية لحديت ما يصير المايسيليوم موجودة في the whole intercellular membrane أو space, بيؤدي إلى تدمير وعملية اللي هي إضعاف النبات, فبتبلش تظهر عليه أعراض الweakness والdryness. Finally the affected cells are killed, collapse, producing brown sunken area. هذا اللي هي في النهاية بتبدأ اللي هي عملية دمار للخلايا عن طريق انه الخلية نفسها بتموت لانه كل اشي فيها عم بتدمر.
ببلش يظهر عندها اللي هي البقع البنية والبقع اللي هي الصانك اللي هي بتكون مثل المستنقع يعني وتري، وبتأدي إلى ظهورها على منطقة الستيم، على الليفز، على الهول بلانت، وبالتالي آخر إشي بصير فيه عندك اللي هي كلوروفيل بريك داون and disappears in the collapses and they turn all brown. فأول ما بتبدأ الأعراض الإصابة بالداوني بتبلش تظهر على أعراض اللي هي تبقعات صفرة أو pale. بعد فترة بتصير تنتشر بشكل irregular، وبتصير هذه المناطق اللي بدأت فيها الإصابة بتصير لونها للون البني لحد ما توصل للون اللي هو totally dried كاملة، لأنه whole system أو كل الخلايا اللي فيها ماتت وتدمرت. At the end of the growing season, oom I see from all spores and infected leaves and sometimes are shoot and barriers. طبعا في نهاية الموسم بدها ترجع مرة تانية لهي تكوين الأول سبورز اللي هي عادة بتكون يا إما بتنحمل على أطراف الأوراق أو اللي هو العناقيد العنب، أو أنها ممكن أنها تنحمل على الشوت اللي هو إذا أنت تركتها رح تصير مصدر العدوى للدورة الثانية، أو إذا وقعت على الأرض برضو رح تصير مصدر عدوى للدورة الثانية أو السيزن الثاني. طبعا هون هذه الأشكال اللي هو إلكترونيك مايكروسكوب للزوسبورز، هدول هم. هلا عادة هاي الزوسبور اللي هو للبسودوموناس برموسمالي هوملي اللي هو بيجي على الأولمز أو الهوب. هنا selection of rights للسبورانجيا، هاي الشكل السبورانجيا تذكروا هذا اللي بيكون زي الكوب، هذا هون هدول عبارة عن الأوسبورز اللي هي بدها تطلع بعد عملية الماتشوريشن. طبعا هدول اللي هو الألبوغو زوسبورانجيا برضو اللي هو بيسبب الباودري ميلديو داوني ميلديو، عادة هذا اللي بيجي هم شايفين هدول البقع يمكن مش كتير واضحين هون، هذول اللي هم بيكون الجروين بارت على اللور بارت للانفكشن في البدايه. طبعا هذول اللي هي للالبوغو سبيشيز اللي هي بتسبب الليف راست على الكروسيفيرز. طبعا الداوني ميلديو بيعتمد على الهوست اللي بيجي، اغلب المرات بيجي هو البقع اللي هو البياض الزغبي، ولكن في بعض الحالات لانه بيجي اولها لونه اصفر بيقربوا للراست لانه ليف سبوت، يعني على حسب العائله اللي بيجي ممكن يسبب ليف سبوت ممكن يسبب راست، بس مينلي بيطلع عندنا اللي هي الداوني ميلديو. طيب انا هلا شو بدي اعمل؟ عرفت دوره حياته، عرفت نقاط ضعفه، عرفت شو الظروف اللي هي بتساعد على انتشاره وعلى مكافحته. كيف بدي اكافحه؟ هلا في عندنا الامريكان جريب فاريتي شو كونسيدربل ريزيستنت تو ذا ديزيز، فوجدوا انه الاصناف الامريكيه مقاومه لحد ما، مش مقاومه كومبليتلي ولكن عندها تحمل ريزيستنت مقاومه بسيطه للمرض. هلا اليوروبيان فاريتي ار سسبتبل مقارنه مع الاصناف الاوروبيه اللي هي تعتبر من الاصناف اللي هي حساسه. هلا even resistant variety require protection through the chemicals، طبعا حتى الاصناف المقاومه لازم تنرش ببعض الكيماويات عشان تعطيها دعم وتساعدها. Most effective fungicide to control downy mildew اللي هي عادة اللي بيكون فيها الكوبر بيست برودكت، هذول الكومباوندز اللي هي بتكون فيها محلول الكوبر هي اساس كل المبيدات الفطرية اللي بنستخدمها للداوني mildew اللي هي البيردوك ما ميكستشر، عادة هذول اللي هو المانكوزيب المانب التشجازول، هذول كل هذول المبيدات اللي هي عبارة عن برود سبيكترم بروتكتيف فانجيسايد عادة، وبرضه بنستخدم سيستماتيك فانجيسايد معناته انه السيستماتيك فانجيسايد اللي هي لما بترشه مثلا على الجذور بتجرع فيه النبات عنده القدرة انه to be translocated through the root system to the upper part of plant، بمشي مع الساب بمشي مع العصارة وبنتقل من مكان لمكان، يعني انت رشيته على الفوليرز على الأوراق ممكن انه يعمل له عملية اللي هي transmission ينتقل من الأوراق ممكن يوصل للثمار ممكن يوصل للجذور ممكن يوصل للساق، يعني ما بضله located او انه هو بمنطقة اللي هي انرشت فيها المبيد. Application began before the bloom, continued to 7 to 10 days, 10 intervals, or depend on the rainfall frequency and duration. عادة احنا في عنا برنامج خاص لرش العنب سواء للحشرات او للامراض الفطرية خاصة بمناطق اللي احنا عارفين الهستوري فيها، انه في عنا فترات اللي هي بتكون فيها الرطوبة عالية ودرجات الحرارة منخفضة او بتصير في عنا fluctuation في temperature، فاحنا بنكون عارفين ahead of time انه ايش
الجو العام. فإحنا في عنا انترفل، في عنا جدول سكيدجول خاصة لرش المبيدات الحشرية والفطرية. فهنا حاطين إنه في عندك عادة من 10 اللي هي عادة بنسميها السيفتي بيريود، اللي هي الفترة الأمان، اللي هي الفترة اللي أنت بس ترش بدك تترك فترة قبل ما تبدأ عملية الهارفست، أو إنك أنت تقدر تفوت اللي هي ري انتري بيريود. أنت بترش ما بتقدرش مثلا ترش مبيدات تاني يوم تفوت على الحقل وتبدأ تعمل عمليات زراعية، عبين ما تعتمد على حسب الري انتري بيريود اللي هي فترة سماح الدخول. وفي عندك فترة الأمان اللي هي فترة المسموح لك بعديها تقطف وتحصد المحصول عشان تنزله على اللي هي الماركت. طبعا disease protection system based on the duration of leafy wetness, relative humidity temperature used to identify the infection period application time of fungicide. في عنا system نستخدمه اللي هو monitoring program اللي هو مراقبة. احنا بنكون عارفين بنحسب درجات الرطوبة، درجات الحرارة، فترة اللي ممكن احنا بنتوقع فيها اللي هي راح يصير فيها الويت سيزن اللي هي فترة اللي بيكون فيها قديش في امطار، نحسب معدلات الامطار. طبعا هذا كلياته على حسب، مش احنا راح نعمل جديد، هو اوريدي معمول. يعني في equation بتفوت عليها سيستم بتقول انه احنا اليوم درجات الحرارة كانت من كذا لكذا، درجات الرطوبة كذا لكذا، نسبة الامطار اللي نزلت كذا لكذا، بحسب لك قديش انت متوقع انه بهاي الظروف لهاي الفترة قديش راح يصير في عندك اصابة او ما راح يصير عندك اصابة. فعشان هيك بتقدر تعمل مراقبة، بتصير تحسب انت امتى متوقع انه يصير في عندك اصابة في المرض او بداية اصابة في المرض. In recent years, spray systematic fungicide in combination with copper and broad spectrum prevention fungicide have given excellent control to grape downy mildew. وجدوا انه افضل طريقة مع الاكسبيرينس، طبعا هذا الحكي مش مطلق وانا ما بدي اطلق، يعني بديش اياكم تعتمدوا على هذا الاساس، ولكن وجدت بعض الابحاث انه انت لما بتخلط مبيدات عريق اللي هي العامة اللي هي برود سبيكترم يعني مش متخصص، يعني بزبط ترش على الداوني على الميلجيو على الراست على الالترناري على الافحات، يعني شو ما ترش اي مبيد بترش عليه بزبط، لانه برود سبيكترم بيأثر على كل الخلايا اللي هي موجودة الممرضات النباتية. لما بتخلطه مع كبر، مع مركبات اللي فيها الكبر، بيساعد كتير في الحد من انتشار اللي هو الداوني ميلجيو. ليش؟ لانه الكبر ممكن انه يكون له تأثير محدود على المنطقة اللي انت بدك ترشها. بعملية كومبينيشن مع مبيدات برود سبيكتروم او انها سيستماتيك جهازية، بتأدي انه ينحمل الكبر معاها المذاب الى مناطق ممكن ما يقدر الكبر يوصلها لانها ما رشت عليه، فبالتالي بيقدر انه يعطي تأثير ايجابي او فترة بروتكشن اطول، فبتعطي فترة حماية اكتر للنبات، خاصة في المراحل اللي هي بتكون شوية حساسة او النبات بيكون فيها عرضة للاصابة بنسبة اكبر. بس عملية الخلط بتكون لها اثر سلبي؟ لا لا، الخلط عادة احنا لما بنخلط بنخلط بناء على التعليمات اللي موجودة على العبوة الملصق، يعني المانيفاكتشرر اللي هو جايب، هو مصنع المبيد وعامل لك اياه، بقول لك انه هذا يسمح لي بخلطه بمبيدات اللي هي النحاسيه، المبيدات الفطريه، وبحط لك شو المبيدات اللي هي مسموح انك ترشها. في معضلات بحكي لك انه هدول المبيدات لما بتخلطها غير منصوح فيها، فما تخلطها. فانت دائما لما بدك تمسك علبه مبيد بدك تقرا كل التعليمات، كيف لما بتاخذ دواء من عند دكتور بتقرا اللي هي التعليمات وشو المحاذير وشو الجوانب الايجابيه واللي هي الاعراض الجانبيه او قديش معدلات الاستخدام، كل هدول بدك تاخذها قبل ما تاخذ الدواء، ونفس الشيء للمبيدات. ماشي. هلا بدنا نرجع للي هو في البدايه حكينا عنهم اللي هم الترو فانجاي. هلا في عندنا فطريات حقيقيه بدنا نشوفها اللي هي الامراض اللي بتسببها، اللي هي عاده اللي هي كريكتومايسيتس، زاغومايسيت، اغرومايسيت، ديتيريومايسيت اند بازيدومايسيت. طبعا ديتيريومايسيت اللي هم هذول عاده اللي هي امبرفكت فانجاي او مايكروسكوبيك فانجاي، هذول اللي هم راح نتعرض لهم وراح ناخذ امثله سريعه عن كل مبيدات من الترو فانجاي. هلا الديزيز كوزد باي كريكتومايكوتا اللي هو الاوردر مايكوتا او الكريكتومايسيتس اللي هي عاده اللي هي عباره عن الكريكتومايسيتس اللي هي كريكتت لاك true mycelium، ما عندهم المايسيليوم الحقيقي. They have a round irregular shaped thallus and wall with a contained chitin.
من مميزاتها انه لها اشكال غير منتظمه، تحتوي على تالس اللي هو نوع من انواع اللي هو الكلاسترز، وعاده بيكون حواليها اللي هي الكايتين اللي هو عباره عن الغشاء الخارجي. They live entirely within a host cell on maturity on vegetative body. They transform to one or many thick walled resting spores or sporangia. هذول مرحله اللي هي اثناء الجروث بيكونوا داخل النباتات، لما يوصلوا مرحله الماتوريتي ما بيعملوا اللي هو سبوريوليشن برا، بيطلع منهم اللي هو فيجيتيف بودي اللي هو عباره عن النموات الخضريه اللي بتتحول لثيك وول عاده وريستنج سبورز اللي هي اجسام مش حجريه ولكن اجسام يعني ساكنه، بتكون عباره عن اللي هو الطور الساكن من الابواخ. هلا كريبتومايسيت ار ووتر اند سول انهبيتنج فانجاي بيكوز ذي برودوس زوسبورز اور ريكوير اور فيفورد باي فري ووتر فيلم اور فيلم اوف ووتر اون ذا سويل اند بلانت سيرفيس. هذول لانهم عاده بتكون بتحتاج او بتكون موجوده يا اما على الاسطح اللي فيها طبقه من المي او بالتربه، فبالتالي بحاجه عاده ل اللي هو الووتر فيلم الموجود عاده مصاحب لنمو اي امراض فطريه. الكلاس كريكتومايسيت كونتين 3 بلانت pathogenic جينرا اللي هي الاوديوم اللي اخذنا عنها الداوني ميلديو اللي هو اذا اصاب اللي هو التوميتو راح يسبب الداوني ميلديو على التوميتو. في عندنا سينكريتيوم اللي هي كوز بلاك روت اون بوتيتو اللي هو بسبب اللي هو دمامل على البطاطا. فايسوديرما اللي هي عاده بسبب الكراون روت على الالفا الفا، او اللي هي بتسبب سبوت ديزيزز على الكورن اللي هي فايسوديرما ميدس او فايسوديرما الفا. طبعا هدول اي شيء من بتلاقوه باللون الاحمر مطلوب منكم، اي شيء هايلايتد باللون الاحمر مطلوب منكم للماده، خاصه انه احنا مش رح ناخذهم بالتفاصيل ولكن اكزامبل عن هدول، مش رح نلحق ناخذ دوره حياه كل واحد فيهم، ولكن هدول الامراض اللي هي الاساسيه اللي احنا موجوده عندنا او ممكن انها تكون موجوده عندنا. These fungi survive in soil and resting spore. بما انه هدول بيكون الفيجيتيف جروث لهم عباره عن الريستنج سبور، فهدول اوريدي بيقدروا انهم يعيشوا في التربه لفترات طويله عن طريق اللي هي الريستنج سبورز، او ممكن يكونوا داخل الهوست بلانت از سفيريكال ايريجولار شير تلس. ممكن انه يا اما يكونوا ريستنج سبورز في التربه، او ممكن يكونوا زي اللي هي اجسام اللي موجود داخل اجسام الخلايا النباتيه بشكل غير نشط. The resting spore germinate and produce many zoospores and infected plant cell in either the producing thalia directly or the typical infection by first producing zoosporangia. هلا هدول لهم طريقتين، يا اما اذا كانوا داخل النبات اذا تحسنت الظروف وبدات الظروف تتحسن مع وجود عائل مناسب ممكن يعملوا عمليه الجيرمينيشن مباشره ويبداوا عمليه الانفكشن للسل بشكل مباشر، او انها ممكن انها يبدأ بعمليه انتاج الثاليا اللي هي اللي هي مثل الخيوط، لان هي اصلا مش ترو مايسيليوم بس هي اشباه بتشبه المايسيليوم، فهذولا بيبدا عمليه انتاج اللي هي اشباه المايسيليوم او بنسميها الثاليا لحد ما تبدا تعمل الانفكشن وبعديها بتؤدي الى ظهور الزوسبورانجيا. هلا الزوسبورانجيا produce secondary spores او زوسبورز which then cause the typical infection. مجرد ما تخلص دوره حياتها الانفكشن الثانيه، لان هي اول شيء بتكون بالانفكتد بلانت بالنبات اللي اوريدي كان مصاب، بس تطلع بتكمل دوره حياتها بتبدا بتعمل عمليه انفكشن اللي هي نبات جديد بتظهر عليه اللي هي التيبيكال انفكشن لهدول الامراض اللي هي عباره عن الفات او اللي مسميها اللي هي الدمامل. Abundant moisture favor to the local spread of the pathogen. طبعا هون هدول لان حكينا انهم soil ووتر inhibitors فبدهم مي موجوده على السطح، مجرد ما يكون في عندك كميات اضافيه من المويستشر بتؤدي الى مساعده الى انتشار المرض بشكل اكبر.
over the long distance, the pathogen spread infected plant part and contaminate the plant in the soil. طبعا حتى انه مش ضروري يكون في بس مي، في عوامل ثانيه اللي هي اي عوامل مثل الهواء، مثل الرياح، مثل الحيوانات، مثل اي يعني حتى البني ادمين عندهم القدره انهم يساعدوا في انتشار المرض، لانه بيكون بشكل طريق وبكل بشكل حر وبنحمل من مكان لمكان وممكن ينتشر من تربه لتربه ومن نبات لنبات ويؤدي الى حدوث الاصابه. Infected plant are not usually killed. بأنهم هذول النبات مع انهم true fungi ولكن هذول مش obligate. فعادة في البداية النبات ما بيموت نتيجة الإصابة، ولكن في حالة اشتداد الإصابة طبعا رح يؤدي إلى القتل. Instead disease caused by synchrotnitum and physoderma alfi cells infected tissue stimulated and divided in large successively. وجدوا انه هذول التو سبيسيز من اللي هم التروف فانجاي عاده بتؤدي الى زياده في عمليات الانقسام في العائله اللي بيكونوا فيه، فبتلاقي ان النبات بدا ينمو بشكل اكبر من النباتات اللي هي غير مصابه. هلا مقارنه مع الالبيديوم اللي هو عاده ترانسميت فيروسز فروم هوست ان ويتش ذا برودوس ذوز انفكتد نيكست، عادة هذول هذا المرض عنده القدرة انه برضه لما بكون في عندك اصابة انه ينقل كمان معها بعض الفيروسات. هذول الالبيديوم is a vector of at least 6 plant viruses including tobacco necrosis and let us big vine viruses. طبعا هذول اللي هم امراض الفيروسية اللي هي اكثر شيوعا مع وجود الالبيديوم، لانه هو هذا المرض عنده القدرة انه هو عم بنتقل وبنتشر ينشر معاه بعض الامراض الفيروسية. طبعا هذول اللي هم حكينا عنهم الرات اللي هو عبارة عن الدمام اللي بتيجي بمنطقة الجذور، طبعا هنا برضو اللي هي السكابز اللي هم عبارة عن هذول اللي هم شايفين هذول اللي مثل الدمام اللي بتكون على حبة البطاطا، طبعا مش اللي تقولي لي عنها العيون والدرنات لما تترك حبة البطاطا بالمخزن لفترة طويلة، ولكن هاي بتكون بالتربة نفسها بتكون عبارة عن مثل الدمامل أو النموات اللي هي الريجولار جروث. طبعا هون إذا إجت على الكون راح تيجي مثل اللي هو البراند سبوت، طبعا ما تقولوا ليش بتشبه الراست، هاي مش الراست، هاي بتيجي لونها على اللون المحروق أكثر منها على اللون الصدئي، هون بتكون لونها بتفاوت بالالوان بين البني والابيض والبني المحروق الغامق للسواد. طبعا واللي بياكد انه عندنا اصابه فيهم بناخذ عزله منها وبنحطها على بي دي اي وبنعرف ايش هو الجروينج ميديا او الجروينج باثوجنز اللي موجود. هلا ديزيز كوز باي زايغومايسيتس اللي هو عاده بنعرف الزايغومايسيت اللي هي هاف ا ويل ديفلوب مايسيليا ويزاوت ا كروس وول برودوسز نوماتايل سبورز على السبورانجيا. Resting spores are thick walled zoospores produced in union of two morphologically similar gametes. مش رح ارجع احكيها لانه اخذتوهم وخالصين منهم. Zygomycetes are respiratory terrestrial fungi. Zoospores often floating around in air and either saprophyte or weak parasite plant or produced with the which they cause soft rot and mold. طبعا هذول اللي اخذناهم اللي هم بيعملوا الامراض اللي هي soft mold والsoft rot والاعفان اللي هي الطريه واللي هي المول، طبعا اللي هي منها اكثر مثال معروف اللي هو رايزوبياس. طبعا عاده في عندنا 3 جنرال زايغومايسيت اللي هي اللي معروفه للامراض اللي خاصه في النبات اللي هي تشينوفورا which attack the withering flower part of many plants and fertilization and they invade the fruit and cause soft rot primarily in summer squash in pumpkin pepper and okra rhizobus and mucor. طبعا هذول اخذناهم قبل وهلا راح ناخذ عنهم شوية. طبعا both common bread mold هذولا اللي هو cause soft rot in many fruits and vegetables خاصة في مراحل اللي هي store houses. Other general fungi become associated with this اللي هي مثلها الاندوغونا والجلومس. هذولا انه لما بيجي بصير عندك الاصابة البرايمري بهذولا اللي هم الزايغومايسيت جنرا او اللي هم مثل الرايزوبس بتبدا في البداية، ولكن هذولا بكونوا لهم علاقة بيجي as a secondary infestation لانه له بيناتهم مثل علاقة association، بيجي اول infection وبيؤدي الى بسهل اللي هي السكند infection. هلا البلانت باثولوجيك مايس زايغومايسيتس ار ويك بارازايت لانهم عاده بكونوش لحالهم، يعني لازم يكون في عندك مسبب اول او اصابه يا اما حشرات يا اما مرض اساسي عشان يجي المرض اللي هو يعني عفوا اللي بيجي على الخبز او على الفواكه بكونش لحاله، بكون في عندك قبله صاير في عندك يمكن الترناريا، ممكن يكون في عندك لفحه، ممكن يصير في عندك اي كايند
of infection وممكن توقفت في الحقل وبس راحت على ظروف غير مناسبة بلشت تستعيد دورة حياتها. بالمقابل هذا الاسوشيت بلانت باثوجنز اللي هو الرايزوبس او الموكر او اللي هم تابعين ل الزايغوميسيت بتبدا تستعيد اللي هي دورة حياتها فبتبدا تطلع على الامراض. They grow mostly in saprophyte and they produce plant materials even when infected with live plant tissue they first attack injured and dead part. هون عادة هم بيعيشوا كرميات او انها ممكن تصيب نباتات اوريدي كانت مصابة. حتى لو اجت على نبات مش مصاب صار وقدرت تخترق نبات غير مصاب بتروح على الديد تيشو بتروح على الانفكتد تيشو عشان تقدر تبني حالها وبعديها بتبدا تضعف النبات وتظهر على وتتكاثر فيه. In later fungi build up in large masses mycelium طبعا الكل بيعرف لما تطلع على حبة من قطعة الخبز بتلاقيها covered with black heads. ليش؟ لانه الرايزوبس قدر انه يعمل a law abundant number of mycelium with on the surface of the plant. They secrete enzyme and diffuse into the plant tissue, disrupt killed cells and mycelium grow and colonize on tissue that they killed. هذا اللي هو احنا اخذينه وعارفينه وبنشوفه بشكل دائما. طبعا هذول التشيتنوفورا واترات على السكواش هذول عاده بتشوفهم سكواش اللي هو الكوسا اللي هو الاصفر او القرع او اليقطين هذول كلياتهم من العائلات اللي هي السكواش او الزوكيني بسموه الزوكيني اللي هو الكوسا. Rhizobus soft rot and fruit of fruit and vegetables. طبعا الرايزوبس بدنا ناخده ك example اللي هو عبارة عن black mold اللي هو أو blue mold اللي هو soft rot on fruit vegetables occur through wild harvesting fleshy organs. طبعا أكثر شيء بيكون هذا موجود داخل الستور هاوسز حكينا أكثر من مرة بنتشر دائما بالستورج لما تكون الظروف غير مناسبة يعني الحرارة بتكون غير مناسبة الإضاءة درجات الرطوبة بتكون غير مناسبة نسبة ثاني أكسيد الكربون بتكون خاصة بالمخازن غير مناسبة بتنشط هذا الفنجاي وببلش يعمل عملية اللي هي الديفلوبمنت. Among the crop affected most these diseases are sweet potato, strawberry, all cucurbit, peaches, cherries, several other fruit and vegetables. عادة بيجي على النباتات اللي هي الشلف لايف بنسميها لها قليلة اللي هي بتكون السوفت فروتس مثلا مثل الستروبري مثل الكوسة مثل الخيار مثل اللي هم الكوس القرعيات بشكل عام اللي هو بعض الخضار اللي بتكون طرية يعني عادة عمرها احنا بنسميها عمرها مش طويل يعني مش مثل البطاطا يعني البطاطا بتيجي بمراحل متأخرة جدا مثلا أما بتيجي على الفراولة خلال أسبوع الفراولة تركها بظروف غير تخزين غير مناسبة بتلاقي كل الباتش عندك كلياتها عليها مولد. الكورن some other cereals affected under fairly high moisture يعني مثل الذرة وبعض الأصناف مثل القمح والشعير والمحاصيل الحقلية عشان يصير عندك مثل هيك إصابة لازم تكون حاططها يعني بجو كتير رطب يعني إنه الظروف بالمرة يعني كتير سيئة فعشان هيك بتبدأ تظهر عليه. هلأ البولس الكورنر رايزومز فلور like gladiola tulips are also susceptible to these disease. نباتات الزينة اللي احنا عادة بيصدروها عشان يجيبوا كاش ماني مثل التيوليبس والجلاديول واللي هم all ornamentals عادة برضو بتكون عرضة للإصابة فيه. When conditions are favored, the disease spread rapidly throughout the containers. Losses can be greater than short period of time. عادة هدول بيكونوا إنهم بنتشروا في اللي هو contaminated containers. يعني لما يكون في عندك الصناديق والحاويات والمخازن ملوثة بيؤدي إلى انتشار المرض بشكل سريع وبيؤدي إلى حدوث خسائر. طبعا هياتهم مثل هذا peach necrosis اللي هو الرط على البيتشز على strawberries على البيتش هذا داخلي وهذا خارجي وهذا داخلي يعني لو تاخذ مقطع بتشوف هياته شايفين الجراي مولد شايفين اللي هو الجراي مولد موجود على الستروبري كلياته هذول بكونوا هذا طبعا هون شكل اللي هو خيوط اللي هي المايسيليوم وهذا اللي هو الرؤوس اللي بتكون حامله الزوسبورس. And rhizobus cause rot maturing on all fruits. Necrosis leaves اللي هي بتكون مقابلة لها. Symptoms طبعا مش رح أحكيها لأنه عارفينها. كيف أعراض الإصابة في المرض اللي هي بتكون عبارة عن الgrowing للهايفي بتصير عندك بشكل growth بتطلع على برا وبتأدي إلى حدوث البوشي growth وبعديها بيأدي إلى affected tissues والtissues بتنتقل من مكان إلى آخر.